النهاردة هنقرأ مع بعض أصحاح 9 في حزقيال. ربنا يباركك يا مايكل. نطلع مع بعض كده أصحاح 9. فأصحاح 9 يعني بصوا الأصحاحات من 8 لغاية أصحاح 11، مركزين معايا؟ بنلاقي مجد الله بيبتدي يفارق بيته. ودي صعبة ولا سهلة الكلمة دي؟ ها؟ كله صعبة ولا سهلة؟ صعبة إن مجد الله يعمل إيه؟ اللي بيحل في الهيكل، بيحل في كنيسته، بيحل في بيته ومكانه. أصعب حاجة إن مجد الله يبتدي يعمل إيه؟ يفارق المكان ده. وأصعب حاجة إن الله يفارق بيتنا، صح ولا لأ؟ مش كده؟ ده أصعب حاجة، ده الجحيم في عينه ده. ده بعينه ده الجحيم ده، مش كده؟ ده بسبب إيه؟ يعني مزاجه كده ولا إيه؟ بسبب الخطية، مش كده؟ تفتكروا معايا حفيد عالي الكاهن ابن فنحاس، سموه ايه؟ سميته ايه امه؟ ايه خابود، يعني ايه؟ يعني ذل المجد، مش كده؟ لما اتهزم الشعب واخذ ايه؟ اخذ تابوت العهد، اتاخد تابوت الرب، فقالوا كده ايه؟ قد زال ايه المجد. اصعب حاجه ان الله يفارق بيته ويفارق يفارق مكانه. فمن اصحاح 8 و9 و10 و11 نلاقي ان الله بينسحب كده، مجد الله بينسحب بالتدريج كده. منين؟ من هيكله ومن بيته، بسبب الخطية وبشاعة الخطية اللي موجودة. واصحاح 9 ده المحاكمة، اصحاح 9 المحاكمة. بس انا ارجع لكم بعد شوية لاصحاح 8 عشان نشوف ايه يعني التهمة ايه. اصحاح 9 نلاقي ان الرب بيدعو للمحاكمة، يعمل يدعو مجموعة اسمهم الوكلاء او الجلادين، بمعنى الجلادين اللي هيعملوا ايه؟ هينفذوا الدينونة. هينفذوا ايه؟ هينفذوا الدينونة. 6 منهم يعني حاملين الأسلحة بتاعتهم اللي هيقوموا بيه بالدينونة على المدينة بسبب الرجاسات وبسبب الشر اللي فيها. 1 منهم لابس كتان ناصع البياض، واللي لابس الكتان ناصع البياض ده جاله صوت كده، الرب قال له ايه؟ امشي في المدينة قدام الستة دول، امشي في المدينة وحط علامة على كل اللي هم بيئنوا وبيتنهدوا بسبب الرجاسات اللي موجودة في المدينة. يعني الأقلية المؤمنة دي، الأقلية اللي هي يعني بتئن من الخطية ومن النجاسة والعبادات الوثنية اللي موجودة في وسط أورشليم، الأقلية دي روح حط إيه؟ علامة على جباه الرجال دي، على جباههم كده. واخدين بالكم معايا؟ وبعد كده الستة التانيين دول اللي هم جايين بالسلاح، طبعا دي رؤية، دي ايه؟ دي رؤية بيحكي على اللي هيحصل طبيعي عن طريق نبوخذ نصر والبابليين لما هيقوم على أورشليم ويدمروها. الستة هيمشوا بعد كده على المدينة ويقتلوا ايه؟ يقتلوا كل الأشرار، كل المتمردين. بعد ما تم كده حزقيال في نهاية الأصحاح 9 يرفع كده، معقولة يا رب؟ معقولة هتقتل كل الشعب يا رب؟ حتى البقية كله يا رب هتقتله؟ فرد الرب كان رد قاسي قوي، قال ايه؟ قال لا اشفق ولا هعود اعفو، خلاص عيني مش هتشفق على حد تاني، وان صرخوا في وداني انا مش هعمل ايه؟ مش هسمع. كلمات صعبة، مش كده؟ تعال نقرا الاصحاح ده ونشوف طب ايه السبب في ان الرب يعمل يجي بالدينونة دي. يلا نقرا كده اصحاح 9 مع بعض، تيجي نقرا مع بعض بصوت واحد عشان نصحصح مع بعضينا. يلا مع بعض. وصرخ في سمعي بصوت عالي قائلا، قرب وكلاء المدينة، الجلادين دول، تمام؟ كل واحد وعدته المهلكة بيده، وإذا بست رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الساحقة بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب، فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له الرب، أعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم وسمسمة، يعني ارسم كده علامة سمسمة على
جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على الرجاسات المصنوعة في وسطها. وقال لأولئك، أولئك اللي هم مين؟ الستة التانين، ماشي. وقال لأولئك في سمعي: اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه إيه؟ السماء. وابتدوا منين؟ من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت، وقال لهم: نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى. يعني اللي يقتلوهم دول ارموهم في مقدسي. اخرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة. عدد 8: وكان بينما هم يقتلون وأبقيت أنا حسقيال أني خررت على وجهي وصرخت وقلت: آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب رجزك على أورشليم؟ فقال لي: إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا إيه؟ عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء وامتلأت المدينة جنفا، لأنهم يقولون: الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى، وأنا أيضا عين لا تشفق ولا أعفو، أجلب طريقهم على رؤوسهم. وإذا بالرجل اللابس الكتان الذي الدواء على جانبه رد جوابا قائلا: قد فعلت كما إيه أمرتني. كلام صعب، مش كده؟ طب علشان الرب يعمل كده ولا يعفو عنهم، عين لا تشفق ولا يعفو عنهم، وأمر الستة دول إن هم يدخلوا المدينة ويهلكوا الأشرار، إيه التهمة بالظبط؟ إيه التهمة؟ طبعا تاريخهم مليان تهم، بس أنا هرجع لصح 8 بس، وده اتكلم فيه الشيخ شريف يوم الحد اللي فات بالليل، ونشوف إيه التهم. أصحاح 8 بيتكلم عن إهانة مجد الرب. عن إيه؟ إهانة مجد الرب. في خلال أربع مشاهد نقراهم في أصحاح 8، أربع مشاهد يتكلموا عن العبادات الوثنية، عبادة الأصنام وإهانة مجد الرب. في أول حاجة مثلا في عدد، لما أراها المشهد الأولاني عدد 5 و6 في أصحاح 8، يقول: ثم قال لي: يا ابن آدم ارفع عينيك نحو طريق الشمال. كل ده في الرؤية. فرفعت عيني نحو طريق الشمال، وإذا من شمال باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. وقال لي: يا ابن آدم، هل رأيت ما هم عاملون؟ الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملوها هنا لإيه؟ لإبعادي عن مقدسي. ده كان في تمثال وهم بيتعبدوا لي، اسمه تمثال الغيرة، وكلمة غيرة معناها غضب. والغضب هنا غضب الله. غضب الله على إيه؟ على رفض الحب. غضب الله على إيه؟ على الخيانة. هو الله الزوج والشعب هو الزوجة، صح؟ آه. الله دخل في علاقة عهد مع مين؟ مع الشعب، فهو الزوج وهم إيه؟ الزوجة. هو بيحبهم وقال لهم: لا تصنع لك تمثال إيه؟ منحوت. أنا الرب إلهك، مش كده؟ ما يكونش ليك إله أخرى إيه؟ أمامي. لكن هم عملوا إيه؟ خانوه. هم خانوه وخانوا العلاقة اللي بينهم وبين الله. فهنا في تمثال اسمه تمثال الغيرة أو مهيج الغيرة. فهم لما بيتعبدوا لهذا التمثال الله بيعمل إيه؟ بيغير، بيغضب عليهم لأن هم خانوه ورفضوا محبة الله إيه؟ ليهم. مش كده؟ ده أول مشهد. المشهد الثاني هنلاقيه في عدد بعد كده، عدد 7. بصوا في عدد 7 يقول إيه؟ ثم جاء إلى إلى باب الدار، وهقرا من عدد 10، يقول: فدخلت ونظرت، وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس، كل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره. كل الأصنام والتماثيل اللي هي المصرية رسمينها على إيه؟ معايا؟ على الحائط كده. وإيه اللي بيحصل قدام التماثيل والصور دي؟ بصوا: وواقف قدامها مين بقى؟ 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل ويزنيا. يزنيا ده كان واحد من مكتشفي سفر الشريعة أيام يوشية. يزنيا ابن شافان قائم في وسطهم، كل واحد مجمرته في يده. بيعملوا إيه؟ بيبخروا. دول الشيوخ، 70 شيخ. الشيوخ دول القادة ولا؟ دول القادة الكبار، مش كده؟ الناس الكبار أو 70 شيخ، ومعاهم واحد من اللي اكتشفوا سفر الشريعة، واقفين كل واحد ماسك إيه بقى؟
المبخرة، وقدام الصور والتماثيل بيعملوا ايه؟ بيبخروا وبيرفعوا صلواتهم. حاجة تضايق ولا ما تضايقش؟ حاجة تصير غضب الله ولا لا؟ مش كده؟ ده كله فين ده؟ ده في الهيكل، ده بيت الرب. ادي تاني مشهد. شوفوا تالت مشهد ايه بقى؟ المشهد التالت نقراه في عدد 14 معايا؟ يقول ايه؟ فجاء بي الى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال، واذا هناك نسوة، نساء اهو، جالسان يبكين على ايه؟ تموز، اله اسمه تموز. فمش الشيوخ الرجالة بس، لكن كمان هنا ايه؟ الستات، ما حدش احسن من حد، مش كده؟ الستات كده قاعدين قدام اله اسمه تموز، ده اله الحياه او الاله ده يعني قالوا مرتبط بالطبيعه ومرتبط بالخصب. لما بيموت النباتات تموت، لما يحيى الاله ده الصنم ده النباتات تعمل ايه؟ تحيا. فقاعدين الستات يعملوا ايه بقى؟ في الهيكل يولولوا ويبكوا على الاله تموز اللي هو ايه؟ ماده. واخدين بالكم معايا؟ هل ده بيحصل؟ ممكن يحصل في عباداتنا ان الناس ممكن يعني لا تضع ثقتها في الله وتضع ثقتها في 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 بشر او في حاجات ميته، مش كده؟ هل ممكن يحصل في العبادات ان الناس تقعد تبخر لحاجات يعني غير يعني نرفع صلوات لحد غير الله، مش كده؟ ده كله ده بيحصل فين؟ بيحصل في الهيكل، في بيت الرب. المشهد الاولاني هم بيتعبدوا لاله الغيره، مثير الغيره. المشهد الثاني امام الصور والتماثيل اللي موجوده على الحائط بيرفعوا صلواتهم وبيعملوا ايه؟ ها؟ بيبخروا. المشهد الثالث ان النساء قاعدين يولولوا ويبكوا قدام اله اسمه ايه معاه؟ اسمه ده. المشهد الرابع والاخير هو ايه بقى؟ مشهد اصعب. نقرا في عدد كام؟ عدد 16. جاء بي الى دار بيت الرب الداخليه، واذا عند باب الهيكل، هيكل الرب، يقولنا 25 رجل ظهورهم نحو ايه؟ هيكل الرب، ووجوههم نحو الشرق، وهم سيجدون للشمس نحو الشرق. شاف 25 ايه؟ راجل مدين ظهرهم ليه؟ للهيكل. يعني اعطوا القفل مين؟ للرب، مش كده؟ ادوا القفل للرب، ادوا ظهرهم للرب للهيكل، ووجوههم نحو ايه؟ نحو الشرق، وهم بيسجدوا ليه؟ للشمس، الالهي الشمس. اربع مشاهد مؤلمة امام كل الرجسات دي وامام كل العبادات الوثنية دي. عشان كده يجي في الرب في اصحاح 7-9، اصحاح 9، ويدعو الستة دول اللي هي الكائنات الملائكية دي، ويقول لهم ادخلوا المدينة واهلكوا كل الاشرار، كل المتمردين، لكن الرب هيحافظ على البقية، على المؤمنين. عشان كده بعت واحد قدامهم يعمل ايه؟ يرسم سما كده، علامة على جباه الناس اللي هم بيئنوا وبيتنهدوا لاجل الرجسات الموجودة ايه؟ الموجودة في المدينة. وانا عايز اقول كم فكر هنا في اصحاح 9. سرحتوا معايا ولا مركزين؟ سرحتوا مني؟ مركزين معايا؟ شفتوا دي التهمة في اصحاح 8، مش كده؟ هذا شفنا العبادات الوثنية. بناء عليها بقى الرب جاب الوكلاء دول او الجلادين اللي هيقوموا به هنا بالدينونة. وانا عايز اقول اربع افكار هنا عن مجد الله اللي بدأ يرحل عن بيته ويفارق الهيكل. مجد الله، مجد الله يظهر هنا في ايه؟ يظهر في حماية التائبين، ومجد الله يظهر في هلاك الأشرار، ومجد الله يظهر في شفاعة حزقيال. ثلاث حاجات معايا. أول حاجة إيه؟ مجد الله يظهر فين هنا؟ نلمسه ونشوفه في حماية التائبين. اللي دعاها الرب ده السابع ده، ده كاتب في دوايا كده، عارفين دواية الحبر بتاع زمان؟ دوايا كده على جنبه، وقال له امشي في المدينة قدام الستة اللي هم هيهلكوا الأشرار، واعمل إيه؟ وارسم كده سمة، علامة على جباه الرجال. مالهم دول الرجال؟ نوعيتهم ايه؟ دول بيئنوا وبيتنهدوا وبيبكوا ومتضايقين بسبب ايه؟ الرجسات اللي موجودة ايه؟ في المدينة دي. حط علامة عليهم، دول الناس التائبين، دول خاصة. حط علامة ايه عليهم؟ عشان الأشرار الجلادين اللي هيمشوا دول ما يجوش عندهم، ما يلمسوهمش. قال البعض ان السماء اللي حطها هذا الملاك ده او الكائن ده هي يعني الحرف الاخير في الاحرف العبرية الابجدية اللي هي تاو او تي، وكانت ايام
حسقيال كانت عبارة عن تي مائلة كده، وقال البعض انها يعني، قال البعض انها زي علامة الصليب، التي مائلة كده علامة الصليب. على كل الأحوال احنا ما نقدرش نعرف ايه هي العلامة بالظبط، لكن هي علامة حماية. علامة ايه؟ علامة حماية ان هذا الملاك السابع ده اللي لابس الكتان الأبيض الناصع ده هيمشي على الناس الأتقياء، الناس المؤمنين، خاصته دول البقية القليلة دي خالص دي، ويحط ايه؟ علامة على كل ايه؟ واحد، عشان الستة اللي هيمشوا وراه ويهلكوا الأشرار ما يلمسوش مين؟ ولا واحد من مين؟ من الناس اللي عليهم ايه؟ العلامة. العلامة دي بتفكرنا بحاجة في خروج أو أصحاح 12، تفكرنا بإيه؟ فاكرين؟ مش كده؟ أيوه، الدم اللي اتوضع على ايه؟ على القائمتين والعتبة ايه؟ العليا، مش كده؟ عشان الملاك المهلك هيعمل ايه؟ هيعدي وهيهلك كل أبكار ايه؟ مصر، مش كده؟ كل الأبكار معايا، كل بكر في بيت ما عليهوش علامة الدم دي هيدخل ويهلك ايه؟ الأبكار. والرب قال كده، أرى الدم وايه؟ وأعبر ايه؟ دينونة الله شديدة؟ شديدة، لكنها مميزة ولا لا؟ مميزة. بمعنى ايه؟ دينونة الله فعالة وفاعلة، والستة دول هيدخلوا المدينة وهيهلكوا كل الأشرار المتمردين. هل ده حصل بالفعل؟ حصل. على يد مين تفتكروا؟ على يد نبوخذ نصر ملك بابل. دول ملائكة، لكن دي رؤية بتجسد الواقع اللي هيحصل بعد كده في دمار وخراب أورشليم سنة 721 قبل الميلاد، خراب أورشليم والسبي البابلي. لكن الله بيميز الأتقياء وبيميز المختارين من بين كل الأشرار. فهنا مجد الله يظهر في التزامه ان هو يحافظ على الأقلية دي. مجد الله يظهر ازاي هنا؟ في ان هو ملتزم ان يحافظ على الأتقياء، على المؤمنين. فإذا كان الله غاضب هنا وقال ان عيني لا تشفق معايا، وان الله هيبطش بالجميع، لكن دينونة الله مالها؟ مميزة. ان هيميز مين بقى؟ هيميز الأتقياء التائبين، الناس اللي بيئنوا وبيتنهدوا على الخطية وعلى الرجسات دي، واللي عليهم العلامة دي يرى العلامة ويعمل ايه؟ ويعبر عنهم. ده مجد الله، مش كده؟ مجد الله كمان نشوفه في هلاك الأشرار. معقولة تسألني تقول لي هل نشوف مجد الله في دينونة الأشرار؟ نشوف ولا لا؟ طبعا، مش كده؟ لما يكون عندك مثلا رئيس عمل في الشغل كده، لو هو واحد يعني ما يهموش الصح من الغلط من كله، مش بيميز الشخص اللي بيشتغل كويس ما بيشتغلش، تخاف منه رئيس العمل ده، صح؟ لكن لما يكون عندك رئيس عمل، رئيس العمل ده حقاني، عادل، مستقيم، مش بيرائي، بيدي كل واحد حقه، صح؟ مش كده؟ يعني يكافئ المجتهد، يجازي الإنسان التاني اللي مش مجتهد، مش كده؟ ما يحبش الرشوة، إنسان مستقيم، إنسان تقي. إيه رأيك في رئيس العمل ده؟ تطمن له ولا لا؟ تحبه ولا لا؟ مش كده؟ مجد الله هل نشوفه في هلاك الأشرار؟ لأن الله عادل ولا ظالم؟ الله عادل، والدينونة لازم والخطية لازم تعمل إيه؟ لازم تدان، مش كده؟ فلازم الله يدين إيه؟ الخطية. فنلاقي الستة دول اللي هم مسلحين دخلوا المدينة وبدأوا يعملوا إيه؟ يقتلوا إيه؟ الأشرار. زي ما قلت من شوية، ده تجسيد للي هيحصل على يد نبوخذ نصر ملك بابل. وفعلا أورشليم مرت بظروف قاسية وصعبة جدا. لكن الغريب هنا الرب يقول لهم ابتدوا منين؟ فاكرين ابتدوا منين؟ من مقدسي، ابتدوا من بيت. معقولة بيت الله، مقدس الله، مكان الحماية يتحول لمكان عداوة؟ بيت الله، مقدس الله، اللي هو مكان حضور الله، يتحول إلى دينونة لشعبه؟ شعب أورشليم كان بيبص على الأعداء إن هم فين؟ إن هم برا وجايين عليهم، لكن الأعداء أصبحوا فين هنا؟ أعداء الرب هم في الداخل. يعني هو الشعب نفسه بالعبادات الوثنية أصبحوا هم إيه؟ هم الأعداء. وإن الدينونة هتبدأ منين هنا؟
تبدأ من بيت الرب، تبدأ من مقدسي. علشان كده الرب قال له كده، ابدأ منين؟ من مقدسي. وخلي بالكوا بدأ منين؟ من الناس اللي واقفين، الشيوخ دول الكبار اللي مدين ظهرهم ليه؟ للهيكل، مش كده؟ للرب، وشهم معدول ناحية ايه؟ الشرق، وبيعبدوا ايه؟ الشمس، مش كده؟ وكأن اللي عطوا الرب ظهرهم كده، الدينونة جاية ايه؟ جاية عليهم وجاية وراهم. اللي قالوا للرب ابعد عنا وبمعرفة طرقك ايه؟ لا نصر. الدينونة جاية ايه؟ جاية وراه، مش دريانين. يعني هما كانوا محتاجين حد يقول لهم ان الدينونة جاية وراكم، انتم مديين ظهركم ليه؟ لهيكل الرب، للرب، والدينونة جاية ايه؟ جاية وراكم. فالله مش هيسيب الاشرار. هل ده يخلينا نمجد الرب؟ نعم، مش كده؟ هل نشوف هنا عدالة الله؟ نعم، نشوف عدالة الله في هلاك مين؟ في هلاك ودينونة الاشرار. وده مبدأ كتاب يا حبايبي، ان في النهايه خالص عند مجيء الرب يسوع المسيح الثاني، المجيء الثاني، ان الله هيدين كل الاشرار، هيدين كل الخطاط، وهيقول للاشرار كده، خدوهم من ايديهم ورجليهم واعملوا ايه؟ واطرحوهم في الظلمه الخارجيه، هناك يكون ايه؟ البكاء وصرير ايه؟ لكن هيقول للي عن يمينه بقى، تعالوا يا مباركي ابي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيسه، منذ تاسيس العالم. لكن أنا عايز أختم بعبارة هنا، اقرأ معايا كده أصحاح 8 وعدد 18. أصحاح 8 وعدد 18 يقول: فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا إيه؟ ولا أعفو، وأن صرخ في أذني بصوت عالي إيه؟ لا أسمع. ده مين اللي قال الكلمات دي؟ الرب. فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخ في أذني بصوت عالي إيه؟ لا أسمع. اقرأ معايا أصحاح 9 كده وعدد 10، شوف الرب بيقول إيه. عدد 8 صرخ هنا في أصحاح 9 عدد 8: وكان بينما هم يقتلون اللي هم الستة دول، وأبقيت أنا أني خررت على وجهي وصرخت وقلت: آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب رجزك على أورشليم؟ فقال لي: إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء، وامتلأت المدينة جنفا، لأنهم يقولون: الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى، وأنا أيضا عيني لا تشفق ولا أعفو، أجلب طريقهم على إيه؟ على رؤوسهم. هنا اتدخل حزقيال بتشفع، وإن كان يبدو في كلامه ده مش الشفاعة بالمعنى الدقيق، لكن في مضمونها تشفع. بيقول له: آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب رجزك على أورشليم؟ يا رب أنت هتهلك المدينة كلها؟ خلي بالكوا شفاعة يعني زي ما إبراهيم تشفع على إيه، فاكرين؟ سدوم وعمورة، مش كده؟ يا رب هتهلك البرمع الأثيم. وموسى كمان عمل إيه، فاكرين؟ في خروج 32 تشفع وقال: يا رب إن ما كنتش تعمل إيه؟ يعني تمحو، يعني تغفر ليهم، اعمل إيه لي أنا؟ خدني، مش كده؟ لازم تغفر لهم. بدأ يتشفع، وعموس بدأ يتشفع، يعني عموس يقول له: يا رب كفاية يا رب، كيف يقوم يعقوب فأنه إيه؟ صغير. ويرجع يقول: فنادم الرب على هذا، لا يقول، لا يكون، قال هكذا قال الرب، وهكذا إرميا. فالأنبياء كانوا بيتشفعوا. بس عايز أقول فكرة هنا في التشفع، إن شفاعة حزقيال هنا وإبراهيم وموسى ما كانتش مجرد شفقة على القتلى، ما كانش مجرد ايه؟ شفقة على القتلى، لكن كمان كانوا بيبصوا لمجد الله في العالم، مجد الله في وسط الأمم. آه يا رب هتهلك كل شعبك، طب مين يا رب اللي هيوصل معرفتك ورسالتك للأمم التانية يا رب؟ آه يا رب انت هتهلك كل المدينة حتى الأتقياء يا رب، معقولة يا رب؟ طب مين اللي هيحمل معرفتك ومجدك انت يا رب وسط الامم؟ مين اللي هيعرف الشعوب؟ مين اللي هيعرف العالم يا رب؟
فالشفقة التشفحين ما كانش بس شفقة على القتلى، لكن كانوا بيبصوا على ايه هنا؟ مجد الرب في وسط العالم ومعرفة الله في وسط العالم. وده يعلمنا احنا النهاردة ككنيسة واحنا بنصلي لأجل الأشرار والخطاة، مش بس شفقة عليهم معايا، مش بس شفقة عليهم، لكن نقول له اه يا رب مجدك في وسط العالم يا رب، مجدك يرى، معرفتك يا رب، مش كده؟ فاحنا كمان بنصلي لأجل مجد الله ومعرفة الله انها تنتشر فين؟ في العالم. فده كان جوهر التشفع بتاع حسقيال، نموذج للشخص اللي بيتشفع لأجل الآخرين، مش بيئن بس لأجل القتلى، ولا هو متوجع عشانهم بس وده صحيح، لكن كمان عشان مجد مين؟ مجد الرب في وسط العالم وفي وسط الشعوب. لكن الرب يرد عليه اللي أنا هختم بيه، يقول له إيه؟ وأنا أنا أيضا عين إيه؟ قولوا معايا، لا تشفق ولا إيه؟ ولا أعفو. معقولة الرب يقول الكلمات دي؟ عين إيه؟ لا تشفق. بقى الرب الرحيم بطيء الغضب طويل الروح كثير الرحمة والإحسان، ده يقول وأنا كمان عين إيه معايا؟ عين لا تشفق ولا أعفو. كلمات صعبة، كلمات قاسية، بس دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن مدى بشاعة الخطية البشرية، مش كده؟ مدى بشاعة الخطية البشرية اللي تخلي الله الرحيم طويل الروح كثير الرحمة بطيء الغضب يقول وأنا كمان عين مالها؟ عين لا تشفق. ده بيقول لنا مدى بشاعة إيه؟ مدى بشاعة الخطية، وإن الخطية كلفت الرب كتير قوي، صح؟ كلفته إيه بقى؟ ابنه، مش كده؟ ابنه، مش كده؟ اللي قال عنه هذا هو ابن إيه؟ الحبيب الذي به سررت، الذي لم يفعل خطية صار إيه؟ خطية. هسألكم سؤال، هل الرب قال نفس الكلمات دي على الصليب؟ عين لا تشفق؟ آه، مش كده؟ قال لما حجب وجهه عن الابن، مش كده؟ والابن كده في الثلاث ساعات الظلمة وهو بيصرخ ويقول إلهي إلهي إيه؟ لماذا تركتني؟ والآب يحول عينيه عن الابن وهو حامل خطايا البشرية كلها، معايا؟ وهو كأنه يقول كده عين إيه؟ عين لا تشفق ولا أعفو، مش كده؟ عشان العداء العدالة الإلهية تاخد إيه؟ تاخد حقها، مش كده؟ تاخد حقها. أحبائي، ألم يقل إشعياء بروح النبوة في إشعياء 53 يقول كده، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا وبحبره كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه، والرب إيه؟ وضع على مين هنا؟ عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو إيه؟ كشاة تساق إلى إيه؟ وأنا كناعجة صامتة أمامه إيه؟ لم يفتح فاه، من الضغط ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع إيه؟ من أرض الأحياء، ويقول عنه ده كله، وبعد كده يقول إيه؟ أما الرب فإيه؟ سر بأن يسحقه بالحزن، يسحقه بالحزن. فاكرين لما تكلمنا الحد اللي فات عن كلمة السحق التماثيل دي؟ يعني يدقها كده، يدقها وينعمها. الرب سر أن يسحق الابن يسوع المسيحي بالحزن، مش كده؟ جعل نفسه إيه؟ ذبيحة إيه؟ اسم يرى نسلا إيه؟ تطول أيامه. مسرة الرب بيده تنجح. ألم يقل عنه يا أحبائي بولس الرسول في روميا صح 8 وعدد 32 قال عنه إيه كده؟ لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا إيه؟ فنفس الكلمات دي اللي قالها الرب هنا، عين لا تشفق ولا أعفو بسبب الرجاسات والخطايا دي اللي عملوها الشعب، هي نفس الكلمات اللي قالها الرب على الصليب الآب للابن. فهو لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا إيه؟ لإيه؟ لأجل من ده كله؟ لأجلنا إحنا. يسوع المسيح حمل خطايانا على الصليب، إحنا كنا نستحق الدينونة، إحنا كنا نستحق الموت، لكن يسوع شال على الصليب كل خطايانا، والله الآب أدار وجهه كده، والمسيح حمل كل عقابنا، كل الدينونة تحت السياط وتحت السيوف وتحت الضربات،
ليست ضربات البابليين لكن ضربات الرومان. تحت كل هذا تحمل يسوع المسيح لأجلي ولأجلكم. أمام كل العمل ده إحنا قدامنا خيار من الاتنين، يا إما ننبطح مثل حزقيال على الأرض ونتوب ونقدم توبة عن العبادات الوثنية اللي جوانا يا أحبائي، وعن كل الرجسات وعن كل الخطايا وعن بعدنا عن الرب، يا إما نقسي قلوبنا. هم دول خيار من الاتنين، يا إما نيجي ننبطح على وجوهنا ونتوب عن كل الخطايا ونتوب عن كل التماثيل، نتوب عن كل العبادات الوثنية، يا إما نعمل إيه؟ يا إما نقسي قلوبنا. وإذا قسينا قلوبنا زي الشعب هنا، ها؟ يقول الرب كده: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن إيه؟ لطف الله إنما يقتادك إلى توبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غيره تسخر لنفسك غضبا ليوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. وساعتها الرب هيقول كده: عيني لا تشفق، مش كده؟ عيني لا تشفق، خدوهم من ايديهم ورجلهم واعمل ايه؟ اطرحوهم في الظلمة الخارجية، هاتوهم واذبحوهم هنا، مش كده؟ عيني لا تشفق ولا اعفو، مش كده؟ لكن يا حبايبي الجميل اللي في اصحاح 11 هنلاقي ان مجد الله معلق على رجاء، ان في رجاء، ان في رجاء، وان في بقيه هنا الرب حافظ عليها، وان باب التوبه مفتوح وباب السماء مفتوح، والله بينتظر عوده كل واحد وحده. فاذا كان في وسط الدينونه وسط الشر، قال له ضع علامه على جباه الناس الاتقياء دول، فالله ليه خاصه، ليه مؤمنين، ليه اتقياء، كل اللي بيقبلوا يسوع المسيح واللي بيتوبوا وبيرجعوا له عن عباداتهم الوثنيه، دول الاقليه، دول البقيه، دول الاتقياء. فباب التوبه مفتوح، ويقول الكتاب: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا. قدامنا خيار من الاثنين، يا اما كلنا نتوب عن خطايانا، يا اما نقسي قلوبنا. وكل اللي هيقسي قلبه في النهايه هيسمع نفس التعبيرات دي: عيني لا تشفق ولا أعفو، وكل اللي عليهم العلامة لا يمسهم الشر ولا يمسهم السوء. في أي خيار من الاتنين احنا نختار؟ تعالوا نصلي كلنا مع بعض. أي خيار من الاتنين، أي اختيار احنا نختاره أمام عمل المسيح على الصليب اللي حمل خطايانا؟ الآب حجب وجهه عنه. يقول الرسول بولس: الذي لم يشفق على ابنه بل